ومما قد يتضمن جر الخواطر في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني لما رأى الله سبحانه وتعالى حزن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة وهي أحب البلاد إليه، أعلمه الله سبحانه وتعالى أن الله سيردك إلى موطنك مكة عزيزا منتصرا، وهذا ما حدث. يعني جبر الله سبحانه وتعالى خاطره، كان الله سبحانه وتعالى يقول له لا تحزن فسيعيدك الله سبحانه وتعالى إليها مرة أخرى. ومن جبر الخواطر أيضا قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يجبر بخاطره: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد عاتب الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أعرض عن ابن أم مكتوم وكسر بخاطره، فأنزل الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعني لما جاءه الأعمى اللي هو عبد الله بن أم مكتوم، يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشغل عنه بدعوة غيره، فعاتبه الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يقول القرطبي: فعاتبه الله على ذلك لكي لا تنكسر قلوب أهل الإيمان، حتى لا يقصر بخاطر أو بقلب واحد من أهل الإيمان.